وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل محب لصلاة الجماعة وقلبه يتألم لفقدها، ويقول في سؤاله: بالنسبة في المحل الذي يعمل فيه يدركه وقت صلاة العشاء، فيكون عنده طلبيات كثيرة فيتأخر لأجلها حتى يمر وقت على الصلاة فتضيع عليه صلاة الجماعة، ثم يصلي العشاء بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعة ونصف، فيسأل عن حكم عمله هذا. نقول: أيها الكريم الفاضل، جزاك الله خيرا على سؤالك هذا ابتداء، وعلى حرصك على حب صلاة الجماعة هذا أيضا، نثني لك بذلك. ثم نذكرك أخي الحبيب الغالي الفاضل أن الله تبارك وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بالغدو والآصال يعني صلاة الفجر والعصر، ليه؟ لأنهم ثقيلتان على كثير من الناس. هذه أو ابتداء النهار وهذا ختام النهار. ما هي صفاتهم يا ربنا؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله أكبر، انظر إلى هذا الجمال وإلى هذا الجلال، أنهم وصلوا لتلك المرتبة السامقة فذكرهم الله عز وجل بهاتين الصفتين: تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولماذا قال ما قال تجارة ولا شراء؟ لأن البيع، هذه الكلمة يدخل فيها البيع ويدخل فيها الشراء. فانظر إلى جمال اللغة العربية، إلى جمال اللفظة القرآنية، في 5 حروف جمعت كل أحوال الناس، لأن التجارة هي بيع وشراء. فهذا مشغول أنه يتسوق في وقت الصلاة، وصاحب الدكان والحانوت مشغول أنه يأتيه البيع في وقت الصلاة. والمال له فتنة، قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وتأمل، بدأ بالمال قبل الولد. لماذا؟ لأن فتنة المال إذا دخلت أفسدت بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، وبين الأب وابنه، إلى غير ذلك. ثم نقول ونتأمل في قول ربنا عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. انظر، حتى في وقت الجهاد الذي تطيح فيه الأعناق وتذهب فيه المهج، وتسمى هذه صلاة الخوف، فإن الله عز وجل لم يسقط عنهم صلاة الجماعة. فما بالك ونحن في أمن وأمان، أسأل الله أن يديمه في طاعة الرحمن. وانظر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. اسمع أيها السائل الكريم الذي تفطر قلبه لذلك، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ليس أن تغلق دكانك أو أن تقوم من مكتبك أو أن تترك المباراة أو أن تترك الجلسة مع ربيعك أو كذا، لا، لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا، وفي رواية رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الله يعافينا وإياكم، سواء كانت هذه البيوت هي الدور أو المحال التجاري أو إلى غير ذلك. ثم يقول: والله إلا لو لا فعلت لولا ما فيها من النساء والذرية الذين يعني لا تجب عليهم صلاة الجماعة. ويقول ابن مسعود
أبو عبد الرحمن الهزلي الذي هو من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فأخذه من ابن أم عبد، يقول ولقد رأيتنا يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الله أكبر، يعني صلاة الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أو حتى يقام في الصف يعني يهادى، يعني يتكئ على الرجل عن يمينه وعن شماله من شدة التعب وما هو فيه. الله أكبر. فهذا كله يدل على هذا الأمر العظيم والأمر الجليل. أضف إلى ذلك أخي الحبيب أن العلماء الكرام وفقهم الله منهم من قال إن صلاة الجماعة هذه شرط لصحة الصلاة، فمن صلى في بيته أو حانوته أو دكانه فإن صلاته باطلة بدون عذر شرعي من مرض أو خوف، أما البيع والشراء فهو من ليس من الأعذار الشرعية. وهذا الذي اختار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد واختاره ابن عقيل. ومنهم من قال أنها فرض عين وإن تركها يأثم، ومنهم من قال أنها مؤكدة وفسروا بأن تاركها يأثم. وصلاة الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها، ومن تخلف عنها أثم وعصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وصلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاته في سوقه ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فما بالك بهذه الأجور العظيمة أخي الحبيب السائل. ولذلك نهيب بك حفظك الله ورعاك وكفاك وآواك وكل من يصله هذه الإجابة، نهيب بالجميع أن يرتبوا أوقاتهم، من كان يعمل في حانوت أو شيء من هذا يرتب وقته ثم يجعله الله عز وجل ينشر هذه السنة الجميلة، يعني يرتب وقته بحيث أن يعطي فرصة في كل الصلوات 10 دقائق قبل الصلاة يتوقف في العمل، ثم نغلق الدكان ونكتب نحن ننتظرك في المسجد، تعال ننتظرك في المسجد، أو نحن نحبك أن تأتي إلى المسجد ونستأنف بعد الصلاة. كلمة جميلة أيها الكريم الفاضل، ما أجملها وما أحسنها أن نجعلها، ثم يقتدي بك أخي الحبيب الناس في السوق شيئا فشيئا حتى تنتشر هذه السنة وهذه الشعيرة الجميلة، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. الله الله يا سلام، لو تكون أنت صاحب هذه السنة ثم تحرص على أن الذين يعملون معك يكونون من أهل الديانة والصلاح والأمانة، لأن الذي يخاف الله يخافه كل شيء، والذي لا يخاف من الله تخاف منه. إذا كان هو لا يرعى الأمانة مع الله عز وجل أيرعاها معك فيحفظ لك مالك إلا خوفا أو عن طريق كاميرات موجودة للكنترولينج، كاميرا تعمل عملية الجاردينج والمراقبة داخل المحل، وهل ستأمنه على ما يقدم من خدمات إلى الناس؟ فيكون هذا هو ديدننا، المحل كله يغلق ويخرج العمال وننشر هذه الشعيرة وهذه السنة الجميلة، وبذلك ترتب الوقت وعرفك الناس إن والله هذا المحل الفلاني وهذا الحانوت الفلاني وقت الصلاة ترى أنه يقفل، وستجد بركة عجيبة أخي الحبيب يسوقها الله تبارك وتعالى إليك. ثم تأمل يا رعاك الله، رجل أعمى، حديث عند مسلم، رجل أعمى يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة العوام والسباع، وأنا رجل أعمى، فهل ترخص لي أن أصلي في بيتي؟ الله أكبر. النبي وش قال له؟ قال هل تسمع الندى؟ قال نعم. قال فأجب، فلا أجد لك عذرا. وما أجمل أن يكون لك ملابس جميلة نظيفة تغيرها من محل العمل إلى محل المسجد وتتطيب وتتعطر. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله الله الله، كما نحن نحرص على الملابس الجديدة
العمامة والثوب والدشداشة والكندورة ومثل هالأشياء للقاء الوجهاء من الناس، وإن الله جميل يحب الجمال. فمن باب أولى أيها الكرام الفضلاء أنه من باب أولى أنه يحافظ على لقائه لربه تبارك وتعالى، من باب أولى أن يحافظ على تلك الشعيرة العظيمة. أسأل الله لي ولكم توفيقا سدادا وبرا ورشادا، وأن نبدأ من الآن نرتب هذه الأمور الجميلة وهذه الأمور العظيمة في حفاظنا على صلاة الجماعة، وفي إغلاق محالنا وحوانيتنا، وأن نقبل على ربنا تبارك وتعالى. وكما قال بعض الفضلاء: لا بورك في عمل ولا بورك في رزق يلهي عن الصلاة، يلهي عن الصلاة. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني صلاتك، وتركوك. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أختم لك بهذه القصة الجميلة عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أي آية ما تعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي جمع عمر الناس عليه في صلاة التراويح، واللي قال له النبي: لهلك العلم أبا المنذر. قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة وفي الرمضة، يعني في وقت الظلام وقت الحر. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. قال: والله ما أحب أن المسجد يكون جنب المسجد، إني أريد أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك كل هذا. والحديث رواه الإمام مسلم، بل والحديث ذو شجون للإجابة عن هذا السؤال وعن الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة. جزاك الله خير. تريد أن تحج في اليوم 7 مرات وتعتمر مرتين؟ خذ هذا الأثر: من توضأ في بيتي ثم أتى المسجد لصلاة مكتوبة، ويدخل معك تتوضأ في حانوتك وتروح، فله أجر الحج المحرم. هذه 5 حجج في اليوم، إذا توضأت في البيت أو في محل العمل ورحت للمسجد. الأمر الثاني: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، فكان أجر حجة وعمرة تامة. رواه الترمذي وأصله عند الإمام مسلم بدون زيادة: فلو حج وعمرة. كده بقت 6 حجج وعمرة وصلاة الضحى لها أجر المعتمر، فيكون عندك في اليوم. والسابعة: أن تدخل المسجد في أي وقت تقرأ آية أو تتعلم آية، إذا يكون عندك بذلك 7 حجج وعمرتان. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعدادهم. تعالى الله على ذكره وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.